ابني سأل أبوه قال له يا بابا يعني إيه سياسة؟ قال له أنا أشرح لك السياسة، ده ملخصة جدا. أنا أمريكا أقول كل الكلام، الحكومات تنافس، أمك بقى هي الحكومة، أما بقى البنت الشغالة اللي عندنا في البيت فده الشعب، دي الشعوب، أما أنت فحضرتك المتعلم اللي عندنا بقى المثقف اللي في المجتمع ده، وأخوك الصغير هو المستقبل. فالولد قال له أنا كده فهمت السياسة هي إيه بالظبط. راح نام، وبعدين وهو نايم كده قلق عايز يشرب مية، فخرج يشرب مية، لقى أمه نايمة لوحدها على السرير، عدى لقى أبوه بيتحرش بالخادمة، رجع لقى أخوه عملها على روحه، فوقف في وسط الصلاة كده قال لك أنا كده فهمت السياسة كويس جدا، أمريكا بتتحرش وبتغتصب الشعوب، والحكومات نايمة، والمثقفين بيتفرجوا، والمستقبل ريحته معفنة.